أنا بنت في رابعة كلية، حبيت واحد بعد ما دخلت الكلية، هو أول حب في حياتي، وعاد مواد كتير، لكن في النهاية بعد سنتين سابني، واتضح إن هو كان بيتسلى بيا، حاسة إن حياتي انتهت وجوايا حاجات اتكسرت، شرخ كبير مخليني مش عارفة أعيش ولا أحس بطعم حاجة. طب ليه علقني كده ويسيبني أرسم في أوهام وأحلام؟ أنا خلاص ما بقتش عاوزة أعيش تاني ومش قادرة أكمل. الحب الأول، وآه من الحب الأول، حاسس بكل كلمة قلتيها، وعارف يعني إيه قلب عذري أول مرة يحب ويتعلق. بيحب بكل ما فيه من قوة، بيتشعلق في اللي معاه كأنه هو الدنيا وما فيها، بيكون مرايته اللي بيشوف بيها الجزء المنور من روحه. إحساس جديد بيدخل القلب بيكهربه ويلخبطه، يقلب قدامه الحقايق ويخليه يشوف الضلمة نور، ويشوف خرم الإبرة براح واسع ممتد لآخر العمر. مش هجلدك وطلعها غلطانة زي ما ناس كتير هتعمل، وأقولك عيب وما يصحش، أنا هصرحك لأنك بشر محتاج النصيحة، محتاج حد يقف جنبك ويديلك رأيه. مين فينا محبش لأول مرة واتصدم وفاق على كابوس مش حلم؟ مين فينا مجربش القطفة الأولى لإحساس الحب البكر اللي بيشدنا ويتعبنا معاه؟ يمكن لو كنت لقيت اللي يسمعك وقتها، كنت شفت الحقيقة اللي غابت عنك، من أهلك، من بيتك، من أصحابك. لو كانوا هيفهموك وما يعلقوش المشانق، كنت توجهت للصح وشفت جزء من حقيقة الشاب المخادع اللي همه كله يلعب ببنات الناس. لو كان أهلك صحبوك وعودوك على الصراحة، كنت هتعملي كل حاجة في النور من غير ما حد فيكم يستخبى. لكن خليني أقولك، بنت الراجل ما يكسرهاش عيل، ما يوقعهاش وما يحبطهاش. البنت اللي اتربت على ايد راجل اداها من روحه حنية وحب وتربية. اللي فات كان صعب وانا واثق، عيطت في اوضتك كتير، حاسة جواكي شرخ كبير مستحيل يتصلح، مش مركزة ولا حاسة بطعم الايام، لا الضحكة بتخرج ولا الفرحة قادرة تزورك، مش قادرة تتواصلي مع حد، ونسيتي شكل الكلام. كل ده طبيعي، وكان لازم المشاعر دي تتملك منك علشان تجيبي آخرها، وبعدها تفرميها تحت رجلك، تطرديها وتقولي لها أنا لسه قدامي حياة طويلة، حياة فيها انتصارات ونجاحات ومستقبل، فيها أصحابي وأهلي اللي بيحبوني ومستنييني، فيها حب حقيقي وزوج قادر يحميني بكل ما فيه، فيها البنت القوية اللي هتكمل ومش هتسمح لحد يوقعها ولا ياخد من روحها، فيها خبطات ووقوع لكنك مصرة تكملي. محدش يستحق حزنك، ولا حد يستحق دمعة واحدة ممكن تنزل من عينيكي. ومع الأيام هتفتكري اللي فات وتضحكي، ومشاعرك هتنضج وتقدري تختاري كويس، والتجارب بتزيد من عمر الإنسان عمرين. والتجربة على قد إنها ما كانتش سهلة، بس كانت مفيدة، هتعلمك أحسن من أي مدرسة، وهتخليك تشوفي طريق الخير وطريق الشر بكل وضوح، وهتكوني وقتها قادرة تختاري. وبفكرك، في ناس كتير مستنيينك، وحزنك حاجب عنك الرؤية. اصمدي وما تقعيش، لأن زي ما قلتلك، بنت الراجل ما يكسرهاش عيل. استنونا.